مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين شوف تي في هذا البث المباشر مباشره من مولاي عبد الله بني بغار نواحي مدينه الجديده. كما كتشوفوا معنا هذا الرجل المسن والمراه المسنه اللي عاشوا مع بعضياتهم لمده 10 سنوات، صبروا على بعضياتهم، هزوا الهم ديال بعضياتهم، يعني كأي زوج وزوجه. ولكن اليوم كنشوفوا ان الزوجه في واحد الحاله حرجه، عندها مرض فقر الدم الحاد، والزوج ديالها مقاتل على قبلها، كيهز الوراق من يديه ومنايا يحاول يجيب واحد لقمه العيش عاوتاني، يعني كثروا عليه القيل والقال وكثروا عليه المسامر كما كنقولوا حنايا باللهجه ديالنا. ولكن بقى طلبوا عند محسنين، طلبوا عند الله سبحانه وتعالى ان هذه المراه هذه حسبوها اختكم، حسبوها امكم، حسبوها اللي بغيتوا، انكم تعاونوا على الاقل بالدو، تعاونوها بشي حاجه باش انها تشافى. الزوج ما عاجبوش الحال الوضعي للزوجه ديالو، كما كنشوفوا حنايا جميع الرجاله كيتوصل للمرحله ديال الزوجات ديالهم بحال هكا، كي كيتفرقوا عليها ياك شي حاجه، ولكن الزوج مقاتل، هذا هو الطلب ديالهم، وغادي نخليه هو يشرح لكم شنو كاين. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفاش تولات؟ سيدي المرأة معايا شي 10 سنوات، عندها فقر الدم الحاد، وأنا كنكشف لها في عمري 68 عام. واليوم راه موجود كيتسنى الكرا، وعدا واحد 54 ديال الدواء ما خليت فين مشيت، موجود الله، وكنجري الليل ونهار باري كريم، نضرب شقلي يدي ونضرب. اليوم راه لقاتكم مقتول والله، هذا الشيء معقل الله، الله يجازيكم خير. نعم سيدي، نعم سيدي، وي بس سيد انا كنت نوبه كنخدم معاون مع الخضاره، نخدم نطبق شيشه، كنناكف عليها، كنصبر ليها 10 سنين وكنطيب ليها انا، وهي كتعيش يتيمة بلبو، وانا كنعيش انا عندي انا ويا الراس في الراس، داكشي اللي قسم الله كنجيبو. اليوم راه شي شهرين طاحت ليا، ما كندير لها، كان عندها فقر الدم بيتها الدوسة، عندها فقر الدم، طاحت قاعدت من المرودة، خرجوا ليا دابا باش ندوز ليها باش تزيد الدم وندوز ليها شي 54 ألف، ما خليت حتى بلاصة. اليوم راه قصتكم المقصود والله، الله يجازيكم بخير، حسبوني أنا بوكم وأختكم، وهادي حالة الدنيا ديالي، الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يغطي ظنكم في الجنة. دابا راه ما كنعش شهرين، الله غي عالم. لا والو اخويا، داكشي اللي قسم الله، كنمشي ندير السوق، كنخدم في الحلال، نجيب. دابا مني طاحت ليا وليت غنجري هوك ونجري هوك، ونركب هنا ونزل هنا، والناس اللي ما كناش والله ما كناش بالله العلي العظيم. مع ماشي ونعم، ودابا السيده كيبان ليا قصدكم المقصود هو ربي، هو هادشي هو كيتساني الكرا والحاله هي الكلام. خليت بلاصه ما داوني لا فيها عائلتي لا عائلتي لا والو، والله العظيم العظيم العظيم، ولا طبت ما خليت لا فاس لا الدار بيضا لا مي رزق، وكنديو كنبان قلبات انا واقف الخلا شهرين دابا، وانا كندير لا ثلاث عامش هاد الأمانة عطا علينا الله، عاونونا الله يجعل ربي يعاونكم دنيا وأخيرة، الله يغطي ظنكم في الجنة، هادشي ما عطا الله. الله يرحم الوالدين، يخلصكم الله العلي العظيم. أنا بغيتهم يداووا لي السيد ونخلص كريوة، صافي، هادشي اللي طالب منه، صافي. ونعم سيدي دابا 54 في ديال التحاليل، بعد زيدوا الفقر الدم اللي قسم الله من يديكم حلال ما عندي. الله يرحم ما مسكينة ابن دارهم غالب الله، اللي عطيتيه تاكل هو هذاك، اللي عطيتيه هو هذاك، ما تقول والو. الله يرحم الوالدين.
يعني مشاهدينا متبعين شوف تيفي كما كتشاهدوا معنا، يعني الطلب ديال هاد الناس هادو هو طلب بسيط، انهم تعاونوهم على الاقل على المعيشه ديالهم، تعاونوهم على المصروف ديالهم اليومي، وتعاونوهم حتى على الدواء على هاد السيده هادي، لانه ما باغيش يتخلى على مرتو، ما باغيش انه يشوف مرتو في واحد الحاله اللي حاجه والحاله اللي ما راضيش بها حتى هو. يعني كما كشبيع يعني جميع الناس اللي كتشوفهم يعني غير الزوجه ديالو صافي، يعني كتمرض الزوجه ديالو صافي كتمرض كينوض هو كيتخلى عليها. هذا الراجل قال لا، شد بالزمام ديال الزوجه ديالو وقال اجي انني ندوي ونهضر ونفرق قلبي في قناه شوف تيفي اللي هي قناه الشعب. يعني والحمد لله اللي كنتمناو من جميع المحسنين وجميع الناس اللي كيشوفوا هذا البث المباشر يحاولوا يتعاونوا معاه ويحاولوا انه في اقرب وقت ممكن يتعاونوا مع الناس هذه اللي هو الرقم ديالهم هو اللي كاين عبر الشاشه اللي هو 0609-53-51-11 0609-53-51-11. هذا هو الرقم ديال هاد الناس هادو اللي كنتمنى منكم انكم تعاونوهم، وكنتمنى منكم انكم تحاولوا تساعدوا هاد الناس هادو. بهذا نتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله، الى اللقاء.